مانيا بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. اليوم صبينا الملف نتاعنا للهيئة الحقيقة والكرامة باسم الجمعية، خاطر الجمعية تعرضت لعدة تضييقات وقت الديكتاتورية وحتى من بعد حتى 2013 كانت المراقبة مستمرة من طرف البوليس السياسي اللي كان ديما يراقب قدام مقر الجمعية، مراقبة التليفونات متاع أعضاء الجمعية بالأخص أعضاء المكتب التنفيذي، شتم وسلب الجمعية بصفة كل يوم، معناتها كل يوم هذا كان يسير عن طريق الجرائد، شتم وسلب المناضلات كذلك، إهانتهم وحتى ضربهم. يعني تعرضت المناضلات الجمعية للعنف معنوي وعنف جسدي. الجمعية تحب بالأساس تحافظ على الذاكرة الوطنية، نحب نشاركوا في هذا، ما نحبوش الجمعية تتنسى، على خاطر الجمعية من بين معناتها ومناضلاتها من بين اللي ناضلوا يوميا ضد الديكتاتورية. يعني إذا صارت ثورة ساهمت فيها الجمعية ومناضلاتها بصفة كبيرة برشا، هذا ما يلزمش يتنسى وهذا يلزم يدخل للتاريخ. احنا هذا اللي نحبه.